الشنطه؟ ايه ما انا بحضر فيها اهو. مش لاقيه المدار. شوفيهم فوق الدولاب. القمصان يا سعاد. فين القميص السبور المخطط؟ يمكن راح غلط مع قمصان البيت. طب روحي شوفيه حالا عشان اجيب لك حاجه حلوه من اسكندريه. حاضر. كانوا مهمين قوي المضارب دول عشان تخلينا نشعلق الشعلقه دي كلها. يا احلام يا حبيبتي، المضارب في الصيف زي مصادر الكليه في الشتاء. تمام، افهميها. والله انت عايز صيف وشتاء. الآنسة المهذبة أحلام كمال، 4 شارع كريم الروضة، السيدة الفاضلة حرم الأستاذ كمال عبد الحميد. إيه دول يا عادل؟ يا حبيبتي دول جوابات هبعتها لكم من اسكندرية. كتبتهم قبل ما تسافر؟ آه طبعًا، بدل ما أضيع وقتي في اسكندرية أكتبهم هنا وأنا فاضي وبعدين أبعتها لكم من هناك. طب مش استنى لما نوحشك بعدين تبقى تكتب؟ أنتوا وحشيني جدًا جدًا من دلوقتي، إنما المسألة مسألة تنظيم وقتي. طبعا ما عندكش 10 دقايق عشان تكتب فيهم جوابات. 10 دقايق مره واحده؟ انت طماعه جدا. سعاده لقيت القميص. طب يا حلوه ميرسي. اوعى تنسى تجيب لي الحاجه الحلوه معاك. حاضر. عادل. نعم يا ماما. القراقيش اهو، تحب احطهم لك في الشنطه ولا خليهم في ايدك احسن؟ قراقيش ايه يا ماما؟ ما انت عارفه ان انا ما بحبهمش، والسنه اللي فاتت القراقيش اللي حضرتك اديتهم لي النمل كلهم. افرضي بقى انا رحت السنه دي ما لقيتش نمل، اعمل ايه؟ ابعت للنمل جواب قول له القراقيش وصلت. بس انت ما تتعبش نفسك، هتاخد القراقيش يعني هتاخده. هاخد القريش يا ماما. ما تاخدهمش ليه؟ انا مش عارفه اشمعنى حضرتك تروح تصيف وانا اتزرع هنا؟ ما انا نجحت انا كمان. علشان انا كبير وانت لسه صغيره. كلام فاضي. لازم تعرف ان البنت بتسبق الراجل في نموها ب10 سنين. يعني انا دلوقتي عندي 16 سنه اساوي راجل عنده 26 سنه، يعني اكبر منك ب3 سنين. لا مؤاخذه يا طنط. انا نية رجاله، غدا ستتحرر النساء، كل النساء، وساذهب الى الاسكندريه. خد يا عبدول. ايه ده تاني يا ماما؟ دي تورتايه علشان خالد. يا ماما هو بس شيل، احلف لك بايه ان خالد عمره ما حب التورته ولا كلها، ده مره شاف تورتايه في شارع سليمان قعد يجري منها لحد بنان الكيس. برضه لازم تاخد له حاجه، انا ما انساش جمايله علينا، كل ما تصيف في اسكندريه هو واهله بيشيلوك في عينيهم. الحقيقه اهل اسكندريه دول في منتهى الكرم. يا ماما ما هو خالد كمان طول ما هو هنا في الكليه حضرتك شايلاه في عينيكي. هم برضه جمايلهم اكتر، بس اسمع اوعى الجوع في القطر تاكلها. لا ما تخافيش. عادل عادل روح اقبض يا اخويا. اجري. طيب يا اخويا يلا هاتيلي القراقيش يا بنتي. يا فندم. يا بابا كنت احب اديك اكتر من كده، بس انت عارف الظروف. انا عملت لكم تامين كلكم، علشان كده احنا مش هنقدر نصيف السنه دي. انا متشكر قوي يا بابا، ربنا يخليك ليا. في الحقيقه لازم تشكر والدتك واختك، لان هما اللي ضحوا علشان انت تقدر تصيف السنه دي. ربنا ما يحرمنيش منكم. في حاجه واحده عايز اوصيك بيها، اوعى تستلف. ساعه ما تخلص فلوسك ترجع على طول. يوم ما اعرف انك استلفت يوم ما هفقد ثقتي فيك، وانا عمري ما فقدت ثقتي فيك. تقطع تذكره القطر ذهاب واياب علشان تضمن رجوعك ساعه ما تفلس، فاهم؟ اطمن يا بابا، انا ناوي ارجع محوش. انت بتقول فيها. انا فضلت لغايه ما اتوظفت عمري ما عرفت الورقه ام 10 جنيه دي شكلها ايه. اكبر مبلغ دخل جيبي كان 10 ساغ. انت عارف لما كنت احب اتفرج على فيلم كنت اعمل ايه؟ ايه يا بابا؟ كنت اروح اشتغل في بوفيه السينما، اول ما يخلص الفيلم استقيل من البوفيه. دي حاجه كانت زمان، لكن الدنيا دلوقتي بقت حاجه تانية. انتوا اصلكوا جيل متدلع، طلعتم لقيتم كل حاجه سهله قدامكم، انما على ايامنا احنا كانت كل حاجه صعبه. اللي ما يستعملش مخه ما كانش يقدر يعيش. يلا يا عادل ميعاد القطر قرب. عن اذنك يا بابا. عادل. نعم يا ماما. خد يا حبيبي. بابا اداني كفايه يا ماما. معلش يا حبيبي، لو ما صرفتهمش يبقى اشتري لي بيهم حاجه. ميرسي يا ماما. خلصت الشنطه يا مدموزيل؟ خلاص يا مولاي الشنطه خلصت. اقفليها. ما بتتقفلش. قومي اقعدي فوقها. حاضر. قومي. حاضر. اوعي. اتفضل. اوعي شويه. اهي. خلاص. مع السلامة يا حبيبي. مع ألف سلامة. بخير يا ماما، أشوفك بخير. مع السلامة يا ابني. الله يخليك. ما تنساش الكلام اللي قلته لك واعمل بنصيحتي كويس. حاضر حاضر. مع السلامة يا عادل. وما تنساش تسلم لي على أمال، ما تتأخرش كتير عشان ما تغصي كتير. اتغاظي أختي حبيبتي، اتغاظي. أشوفك بخير. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة. ما تنساش تسلم لي على خالد ووالده. حاضر يا بابا. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. السلامة يا عادل. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. ازيك؟ الحمد لله. ازاي يا نادي؟ كويس. عاملين ايه مع بعض؟ سمنة على عسل. وأمان. تسلم عليك قوي. والشلة كلها؟ كله كويس مستنيينك. طب خد دي بقى. ايه دي؟ كان فيها تورتاية بعتها لك أمي. تاكسي. استنى، تاكسي يا أستاذ والميزانية. أنا هسمك. ولو ما دام نقدر نركب الأتوبيس ببلاش. ازاي؟ ننط على الشمال؟ لا يا حد، نشتغل كمسارية وأول ما نوصل الحتة اللي احنا رايحينها نستقيل. ما تضحكش، دي فكرة من أفكار أبويا. طب يلا يا أخو على الأتوبيس. يلا. يا ابني أنا أقطع دراعي إذا كان فكر إن دي تبقى حتة من اسكندرية. هو مين؟ اسكندر الأكبر اللي بنى اسكندرية دي. طب قوم بينا يلا. قوم. اوعى. ايه ده؟ ايه اللي عملته في الكابينة ده؟ انا سايبها لك السنة اللي فاتت زي الفل. اصل من يوميها ما لقيتش اللي ينضفها زيك. بقى بالذمة ده كلام؟ نفسي شلة الكلية تيجي تشوفك وانت بتكنس وتمسح عشان يعرفوا مستقبلك كويس، مهندس وفراش. يا ابني شلة الكلية عمرها ما هتشوفني الا على البحر وانا قالع ولابس المايوه، والناس لما بتقلع بيبقوا كلهم زي بعض، اللي بيكنس زي اللي رئيس مجلس إدارة، واللي ساكن في عشة زي اللي ساكن في قصر. يا واد يا فيلسوف، اسمع، انت تيجي تشتغل وتساعدني وانت ساكت، يا توريني عرض كتافك. لا، انا لا هقدر اشتغل ولا اقدر اسكت، وزمان الشله اتلمت على البلاج وبيحضروا المحكمه. هخلص وحصلك. عادل ما تنساش النبي. ايه؟ تلمع المرايه. اقول لامالتك تساعدك؟ لا، قول للست والدتك تبعت لي شويه ملايات وشويه كياس مخدات نظيفه. سعادل مش هتعمل لنا قصه زي بتاعه السنه اللي فاتت عشان نغني معاكم؟ ان شاء الله هتكون اكبر واحسن من بتاعه السنه اللي فاتت كمان. استني، حاسبه يا ناس، استني. ايه اللعب ده بقى؟ انت هتخم؟ شوفي بقى، اذا غلبتك هوديك السيما. واذا غلبت؟ عادل وصل. ايوه وصل. هو فين؟ جاي ورايا. سيبته يكنس ويمسح ويغسل اليدمتين بتوعه زي ما انه جاي. وده وقت مسح وكنس، مش كان يجي لما نشوفه الاول؟ مش هنعمل المحكمه الا ما عادل يجي ضروري. ده هو اول متهم. بس ما تزودوهاش قوي. ما تخافيش، هناخده بالراحه. يلا يا جماعه، يلا يا نادي نلم الشله ونستعد. يلا 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 يلا. العينين مظبوطين، 1 2، والشفايف برضه مظبوطين، 1 2، ورموشك هما كانوا كام؟ أنا كنت خايف أجي ألاقي حاجة من حاجاتي ناقصة. أنت عارف إن مفيش حاجة ممكن تضيع مني، حاجتك دايماً شايلها لك. أنا لما ببص في عينيكي بيوحشوني شفايفك، ولما أبص في شفايفك بتوحشني خدودك، وبعدين يرجعوا عينيكي تاني يوحشوني. بابا وماما بيسلموا عليك قوي وعايزين يشوفوك عشان انت وحشتهم. هم كمان وحشوني قوي. يا خبر، ده احنا اتاخرنا قوي وزمانهم انشغلوا علينا. لسه بدري. بسرعه يا عادل احسن بعدين يحاكموك قوي. يلا اجري. الشباب، باسم الشباب والحب والأجازات. الشباب والحب والاجازات، باسم الهواء والشمس والبلجان، باسم الشباب والحب والاجازات، باسم الراجل واسم المراجيل، باسم الشقاوة والتفاريق، واضحك الجلسة واضحك الجلسة محكمة. عادل بن كمال طالب تصيف، تقدم يا فتى. قاضي البلاج يا قاضي، مشتاق من الصيف الماضي، وجيت على الحبايب لقيت مكاني فاضي. مستني ايه يا قاضي، مستني ايه يا قاضي؟ طالب تصيف يا فتى، واتمنى صيف صيف شتا. ارفع دراعك واحلف يمينك وقول دفاعك. وحياة مذاكرة طول العام اللي جابت لي صداع وزكام، ما نجحت ولا شفتك يا نجاح إلا عشانك يا أجازة. وأنا وحبايبي والأفراح ناخد من الدنيا أجازة، والأمر لك يا قاضي والحكم لك يا قاضي. النيابة يمنع سنتين من التصيف، لا بلاج ولا عوم ولا تجديف، لا بلاج ولا عوم ولا تجديف. ويقوم في قطر العصر يرجع حالا على مصر، يرجع حالا على مصر. جنايتي ايه وذنبي ايه، جنايتي ايه وذنبي ايه، جنايته ايه وذنبه ايه، جنايته ايه وذنبه ايه. لابس مايو قبل ما نسمح له بلبس مايو. يا لطيف، لا جاب معاه تورته ولا حتى جاتو. يا حفيظ، المحلفين مصيف غير مصيف، مصيف مصيف غير مصيف. بقى يعني اسيب ماما وبابا واهرب من البيت ابو بوابه، معرفش اتمتع باجازه والنبي يتلمزحنا غلابه، والنبي يتلمزحنا غلابه، والنبي يتلمزحنا غلابه، والنبي يتلمزحنا غلابه محكمه. من فحص قانون البلاجات، فرع التصيف والاجازات، ومراجعه كل البيانات، قررنا ما هو آن. يمنح لقب مصيف من الدرجه الاولى تكييف. قمت أنت مصيف عظيم، وقد خلعنا عليك الكسوة الصيفية، ووليناك أمر الرعية البلاجية. العي القاضي لبس القاضي يحيى القاضي يعيش القاضي، يعيش يعيش يعيش. أنا القاضي، لبس القاضي، يحيى القاضي، يعيش القاضي، يعيش يعيش يعيش. محكمة. ظروف عائلية، أمور عاطفية، مشاكل منزلية، عقد نفسية، نصلح. حل عقدك وصيف، حل عقدك وصيف. قاضي البلاد يا قاضي، يا وحكم سين وقاضي، نور البلاد وعرضه، هنفرش لك قواضي، واحكم بها يا قاضي، واحكم بها يا قاضي. فاضي يا قاضي؟ لا أنا قبلك، أنا مستعجل. واحد واحد يا زباين. صبحت جامعية وفاضل لي عالتخرج مش أكتر من سنة، تديني كام سنة؟ وش عرفني أنا؟ أمال قاضي إزاي؟ أفتي كل الفتوات وأعرف في اللوغاريتمات والنسبية والذرة إلا عمر الستات. إيه رأيك عمري 7 سنوات؟ 7 سنوات؟ 7 سنوات. ماما وبابا فاكرين عمري ما هكبر وابقى 8 سنوات. 8 سنوات بيعاملوني زي ما كنت زمان في الروضة بفيهم كان. بنتي بنتي الدال على الحلوة أمه في يوم كان. بنتي بنتي الدال على الحلوة أمه في يوم كان. كل حياتي عيب عيب، ما ترديش ما تعنديش، امتى احس امال بوجودي، امتى اعيش، عايزه اعيش. ماما وبابا دقه قديمه، دقه قديمه، دقه قديمه. ماما وبابا دقه قديمه، دقه قديمه، دقه قديمه. محكمه. من فحص قانون البلاد، فرع العائلات والخلافات، ومراجعة كل البيانات، قررنا ما هو قاد يحول أمرها لولي أمرها، يحول أمرها لولي أمرها، يعدل عمرها من 7 إلى 5 سنوات. قاضي بلاش يا قاضي، عاشق وجدي فاضي، بتحبها حب عبادة وهي زي وزيادة، وجالها واحد يخطبها، أبوها وافق كالعادة، أبوها وافق كالعادة. من مسرح العرايس نور وسادة وصنوع، اختطفها واجري بيها، ولا ترسم زمان، ولا ترسم زمان. سارق خطاف لفوه في الحاف، ودوه الخنكة في التلغراف. أما أنا طول عمري ما هتجوز، ولا أقول يا جواز، ولا أقول يا جواز. من صغري بشوف ماما وبابا الكبرت والجاز، كبرت والجاز. وانا برضو بحب العزوبيه علشان حريه، في حريه مش اخلص من البيت والجامعه، ومراتي تتحكم فيا. رجاله انتم جواز، شبابك بالغليظه، رجاله انتم جواز، شبابك بالغليظه، شبابك بالغليظه، شبابك بالغليظه. اما انا مشكلتي جد الجد وجد الجد وجد الجد، وانا عندي مشاكل مالها عد ومالها عد ومالها عد. شطبنا شطبنا وبقيت مشاكلنا يا قاضي، تتأجل للصيف الماضي، تتأجل للصيف الماضي، تتأجل للصيف الماضي. دقوا الشماسي. دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي، دقوا 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 الشماسي دقوا 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 الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي على الميلاد دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي دقوا 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 الشماسي دقوا 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 الشماسي يا أحلى شمس وأحلى رمل وأحلى مية إحنا وشبابنا وحبنا اسكندرية يا أحلى شمس وأحلى رمل وأحلى مية إحنا وشبابنا وحبنا اسكندرية جايين على نسمة أمان نرتاح شوية والحر زي شوق نهار وليل وقاسي دقوا الشماسي عالبلاد دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاد دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من ضحى لحد التماسي دقوا 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 الشماسي دقوا 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 الشماسي البحر الابيض وفي هداوة لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق في البحر الابيض وفي هداوة لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق ونسابق الموج والهوا والشوق ونسبق والبحر عارف حبنا والشط راسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي عالبلاش دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من ضحى لحد التماسي دقوا 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 الشماسي دقوا 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 الشماسي دقوا الشماسي تعالى بقى عشان نسلم على بابا وماما. ما انت عارفه بقى بابا هيقعد يتناقش معايا وانا ما بعرفش اسكت. معلش بس لازم هتسلم. يلا اهلا. اهلا ازيك يا عادل؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازي والدك؟ كويس بيسلم على حضرتك قوي. اهلا اهلا يا عادل. اهلا يا طنط. ازي ماما واختك؟ الله يسلمك يا طنط بيسلموا على حضرتك قوي. اتفضل. حاضر. وناوي تقعد لاخر الصيف يا عادل؟ لا يا عمي 10 15 يوم بس. وايه الهيصه اللي انتوا عاملينها؟ طبعا تعبتوا من الامتحانات وجايين بقى تفرفشوا. والله يا ابني انتوا جيلكم محظوظ. والله يا عمي كل جيل بيتصور انه تعب وما تمتعش بالحياه قد الجيل اللي بعده. ده الواقع يا ابني. أبداً يا عمي، ما هو كل جيل له همومه ومشاكله. عشان انتوا بتخبوا علينا مشاكلكم وفاكرين انكم تقدروا تحلوها لوحدكم، لكن ده غلط. ما احنا برضه يا عمي لنا طريقتنا في حل مشاكلنا. اللي عايز أقوله إن ظروف الحياة اتغيرت وبتتغير كل يوم. زمان مثلا كنتوا بتتجوزوا من غير الراجل ما يشوف الست اللي هيتجوزها. احنا دلوقتي حاجة تانية، الشاب فينا لازم يقعد مع البنت اللي هيتجوزها ويعرفها ويعرف كل حاجة عنها، وهي كمان لازم تقعد معاه وتعرفه وتعرف كل حاجه عنه. وحضرتك بقى قيس على كده حاجات كتير. عادل عادل الشله كلها مستنياك يا اخي. عن اذنك يا بابا. عن اذنك يا عم. اتفضل. ولو اني لازم اناقشك واقنعك بان جيلنا احسن من جيلكم وانكم من غيرنا ما تسووش حاجه. طبعا طبعا. ما يلا يا اخي. طبعا اذنك يا عم. السلام عليكم. مع السلامه. الله يسلمك. الولد ممتاز في كل حاجه انما افكاره مش عجباني. أنا عارفة شبان الأيام دي، كلامهم كتير كده ليه؟ والله أنا خايف على آمال من أفكاره المتحررة زيادة عن اللزوم ده. من ناحية آمال اطمن، آمال بنتي وأنا مربيها على إيديا وعارفاها كويس. بس دي شابة برضه ممكن تتأثر بيه. ما تحملش هم، آمال أنا معلماها كل حاجة وهي عارفة حدودها كويس. إيه؟ ربنا يعمل ما فيه الخير. طب يلا بينا بقى، ما تحملش هم، يلا. إيه ده؟ اتحركش يا اخي الله. عادل تنزل ميه يا عادل؟ لا كمان شويه. طب يلا بينا احنا يا عصام. احب الميه. يلا يا شباب. امال امال. ايوه. ما تيجي نقعد بعيد شويه؟ ما هنا كويس. اصل عايزك في حاجه مهمه. بس ولا بس ولا حاجه. تعالي تعالي بس. ايه بقى يا سيدي الحاجة المهمة اللي كنت عايزني عشانها؟ مش عارفة؟ لا كنت عايزك علشان نقعد مع بعض لوحدنا شوية. مش حاجة مهمة دي؟ طب ما احنا كنا قاعدين مع بعض؟ مع الشلة كلها. بقول لك لوحدنا انتي وانا. اخصى عليك يا عادل، دول كلهم بيحبوك. يا ستي أنا ما قلتش لأ، انما يعني شويه للشله وشويه لنا لوحدنا. استنى بس. انت هتقعد 15 يوم. يبقى لازم اعمل لك فيهم ميزانيه. انت بتهربي من الكلام ليه؟ خلينا في المهم يا امال. اهم موضوع قدامنا دلوقتي ازاي توفر في المصروف. اولا مش ضروري تفطر، وثانيا الغداء ممكن تتغدى معانا كل يوم في الكابينه. ايه رايك بقى ان انا عندي طريقه احسن؟ ايه هي؟ تقعدي معايا كده على طول، وساعتها لا هاكل ولا هشرب لاني هشبع بيكي. ليه؟ هتاكلني؟ يا ماما يا متوحش. انا عازمك الليله دي على سينما. بلاش الليله دي. ليه؟ عشان انا عامله لك حفله بمناسبه وصولك، وعازماكوا كلكم، كل الشله. عصام شوف شغلك. يا الله يلي هنا، يلي لابسين مايوهات، يلي قاعدين على البلاجات، يلي واقعين في الحب لشاشتكم، الليلادي معزومين في كابينه سامي وهالي جالي وتويست وشيك وسلو، واللي سمع يقول للي ما سمعش. الهوى هوايا ارسم صورتك في يدي عن نسمه اللي تعدي على الفجر ابو ضحكه وردي على العمر اللي ورايا. الهوى هوايا الهوى اتقل انت اوعى 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 لا لا اوعى رجلك اوعى اوعى. في صندوق بكسبول على الشمال وحياتك هتجيله هوايه. حاضر. أمال انت مش عامله الحفله دي عشاني؟ ايوه. مش غنينا مش رقصنا مش هيصنا مش اكلنا وشربنا؟ ايوه. طيب ممكن بقى انا وانت نقعد مع بعض لوحدنا شويه؟ ما احنا مع بعض اهو يا ستي. بقول لك انا وانت لوحدنا، انت وانا بس. لا افتحي بقك يا قطه. أمال أنا سامي جاب لك الكارنيه؟ لا. سامي يا سامي. نعم يا أمال. فين الكارنيه بتاع عادل؟ أنا اديته لخالد. يا خالد. أيوه الكارنيه بتاع عادل يا أخي. معايا أهو. الله يا أمال أما الجاتوه ده حلو الشكل، أنت اللي عملتيه؟ أيوه ماما علمتني. عملتيه إزاي؟ هقول لك مش هتبقى تجيبي. أنا مش الو الو عادل، تاخد بق؟ لا متشكر قوي، ما بشربش. طب اسمع، تعال اسهر معانا الليله، هنسهرك حته سهره فل. معلش مره تانية. ليه رايح فين؟ يا اخي واحد بيسال التاني رايح فين، قال له هضايق القبه، قال له هتضايقها ليه؟ عملت لك حاجه؟ عن اذنك يا اشرف. اذنك منين يا جحا؟ نشوفك امس. تعرف الجماعه دول منين؟ دول كانوا معايا في السعوديه. تلاقيهم لسه في السعوديه، ولو شفتهم بعد 20 سنه هتلاقيهم برضه في السعوديه. انما والله دمهم خفيف، واخدين الدنيا ضحك وبيجربوا كل حاجه. سيبك منهم، دول باين عليهم جماعه مش كويسين. يلي واقفين وبترغوا، يلي نايمين قوموا واجروا، ماتش الفولي هيبتدي. يلا يلا. ما يلا يا عادل. عن اذنك شويه. طيب. يلا يا ناديه، يلا يا جماعه. عجبك يعني كرباك المايه اللي خدته النهارده؟ أمال ما تنسيش احنا النهارده رايحين سينما لوحدنا، وبعدين هنروح ناخد جيلاتي في جليم، وبعدين نتمشى على الكورنيش ونتكلم. عايزين نفهم بعض يا أمال. يا الله يا اللي خارجين من السينما ومروحين، انتوا على ام 50. بكره حفله شيخ العرب عند عادل في الكبير. اطلع يا بيه، اطلع. ايوه عن اذنكم يا جماعه. فيه ايه؟ مش عارفه. روح شوف ماله يا خالد. عادل. ايوه مالك يا عادل؟ ولا حاجه، عايز اقعد لوحدي شويه. يعني ما اقدرش اقعد معاك؟ لا ابدا، اتفضل. في ايه؟ متضايق شويه. من ايه؟ من تصرفات امال. ليه؟ عملت حاجه؟ ما اعرفش، أنا حاسس إن أمال حاطة الشلة دايماً حاجز بيني وبينها، لدرجة إن أنا ابتديت أحس إنها ما بتحبنيش. ما بتحبكش؟ أنت عبيط ولا إيه؟ ده إحنا كلنا حاسين إن أمال بتحبك. أنا اللي لازم أحس إنها بتحبني. النهاردة مثلاً طلبت منها، اترجتها إننا نخرج مع بعض، نتمشى، نروح سينما. كانت النتيجة إيه؟ زي ما أنت شفت، الشلة كلها جت معانا، وطبعاً أمال هي اللي قالت لهم، وتلاقيها هي اللي عزمتهم كمان. لا يا عادل، انت مزودها شويه. ليه؟ هو انا طلبت من امال حاجه غريبه ولا مستحيله؟ انت مش بتخرج مع ناديه لوحدكم؟ مش بتقعدوا مع بعض لوحدكم؟ حصل ايه؟ عمرها عملت معاك كده؟ ما ترد. اذا كانت امال بتحبني صحيح، لازم تعرف انه من حق عليها اننا نقعد مع بعض، نفهم بعض، نحس ببعض، علشان نحب بعض اكتر زيكم وزي كل الشبان اللي في الدنيا. المسألة بسيطة يا عم، بكرة في حفلة شيخ العرب أنا متأكد إنك لو قلت لأمال الكلام ده هتفهمه وهتحس بيه وهتعرف إنها غلطانة. قوم بينا يلا، أحسن زماننا اتأخرنا عليهم. يلا يلا. ايه ده؟ لسه قدامكم نص ساعة على ما يستوي. ساعة؟ نص ساعة؟ طيب تيجي نلعب عروسة على ما يستوي؟ يلا. ايوه بس عصام هو اللي يطلع الأول. ها؟ يلا عصام، يلا عصام. نعسة نعسة، تعالي والنبي لف الروح. تعال ادخل جوه. تعالى يا عصام. اجي. تعالى. عروستي. عروستك؟ عروستك سمينة. سمينة 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 سمينة. عروستي ب50 قرش. 50 قرش؟ سمينة. عروستي. عروستك؟ على نار. على النار. على النار. على نار على نار على نار. يا عروستي يا حبيبتي اكلك منين يا عروستي؟ دحية انا دحية خربنا الطحن. دورك. لا كفايه بقى اللعبه البايخه دي، تيجوا نلعب استغمايه. نلعب نلعب كل مره بس على شر، مش زي السنه اللي فاتت. السنه دي الولاد هم اللي هيستغموا. الولاد استغموا استغموا. استنى يلا 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 يا جماعه يلا يلا. خدنا القمر، القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافتها عين ولا مرت ببال، لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافتها عين ولا مرت ببال. يا حبيبي يا حبيبي وصلنا فوق 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 بر الأمان، افتح البيبان لقلبك ولشبابك ولحبيبك، ابعد الخوف عن رموشك، اوعى الشيء في الكون يحوشك، ابعد الخوف عن رموشك، اوعى الشيء في الكون يحوشك. اغني ارقص اجري 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 اضحك، قول بحبك وانسى كل الدنيا، الدنيا مهما تكون غير عيوني، عيون حبيبك ما تشوفكش عيون. يا 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 حبيبي لحد فين، شفت بحلم 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 قد ايه، شفت واخداني الاماني لحد فين، شفت بحلم 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 قد ايه، يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده، يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده. عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك، عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك، عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك، عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك، عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك، عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك. يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق 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 بر الأمان، البيبان لقلبك والشبابك والحبيبك، ابعد الخوف عن رموشك، اوعى الشيء في الكون يحوشك، ابعد الخوف عن رموشك، اوعى الشيء في الكون يحوشك. غني اجري 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 اضحك، غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون. يا حبيبي. تعرفي يا أمال، أنا نفسي إن الخيال ده كله يبقى حقيقة، واخدك ونفضل ماشيين ماشيين مع القمر لغاية ما نلف الدنيا كلها. وإذا تعبت؟ أشيلك. وإذا تعبت أنت؟ تشيليني. تقدري تشيليني؟ أمال. ياه، ده احنا بعدنا قوي. يلا بينا نرجع، أحسن زمان الشلة بتدور علينا. بعدين يقولوا إيه؟ أمال، أنت بتحبيني يا أمال؟ طبعا. أمال ما بتحبيش تقعدي معايا لوحدك ليه؟ ما احنا دايما مع بعض. احنا نعرف بعض كويس من امتى؟ مش من الصيف اللي فات؟ ايوه. عمرنا ما كنا مع بعض، دايما مع اهلك يا مع الشله، بنروح السينما، بنروح اي حته، بناكل بنشرب برضه يا مع اهلك يا مع الشله، في مصر او هنا نفس الحاله. عمري ما عرفت اكلمك لوحدك ولا اقول لك على احساسي. ما تنساش يا عادل ان احنا عايشين في مجتمع له تقاليده ولازم نحترمها. أنا ما طلبتش حاجة خارجة عن التقاليد، واللي بطلبه ده حقي. أي مجتمع يا أمال بيخلق تقاليده علشان ينظم حياة الناس ويريحهم. أهو إحنا محتاجين للناس دول. ليه؟ كده. عشان يحموكي مني، مش كده؟ لأ، عشان يحموا حبنا مننا. إحنا بس اللي نقدر نحمي حبنا، محدش تاني يقدر يحميه. يا أمال أنت لازم تثق فيا، وتعرفي إن إذا كان في حد في الدنيا لازم يخاف عليكي يبقى أنا. عشان بحبك. والله انت بتحبيني بطريقتك وانا بحبك بطريقتي. انت بتحبيني بطريقه امك وابوكي، مفهمينك ان اذا اي حد طلب منك تخرجي معاه يبقى لازم عايز منك حاجه. لا يا امال، كل بنت دلوقتي بتخرج مع الشاب اللي بتحبه وما يقدرش ياخد منها حاجه الا اللي هي عايزه تديهوله. وانا ما طلبتش منك حاجه، انا ما طلبتش منك غير اننا نفهم بعض، نحس ببعض علشان نحب بعض اكتر، زي كل اصحابنا وزي كل الشبان اللي في الدنيا. والله أنا كده. يلا بينا. هو ده ردك يا أمال؟ أيوة ردي. عن إذنك. غلطانه يا امان، مش دي المعامله اللي اتعاملي بيها واحد بتحبيه. طب ما انا بخرج مع خالد وبنقعد لوحدنا، ما عقدتش الدنيا زيك ليه؟ لان في ثقه متبادله بيني وبينك. والله انا كده، ومقتنعه بكل كلمه قلتها له امبارح. الو عادل. الو. صباح الخير يا شيخ. ايه على فين؟ رايح البلاج. نسمة هوا. ها؟ ايه حكايتك؟ كل يوم بلاج بلاج بلاج، ما تيجي معانا؟ لا معلش، مرة تعالى، ده احنا عاملين برنامج يجنن. اطلع اطلع. تعالى يا راجل، لو ما عجبكش الحال يبقى ارجع. اطلع يا راجل اطلع. تعالى مش هتندم والله. يلا يا جماعة، خليه يخش ورا بس. خش خش، ما تقولش لحد. يلا بس، يلا حبيبي خش. يلا يا جماعة، ايه العجلة دي؟ بيرة ما بشربش. جرب بس، جرب جرب، دي زي اليانسون. نجرب. قول لي، ما سمعتش الحكايه؟ حكايه ايه؟ مش مره واحد قلبه وقف قام نزل زقه. خد لك بق بقى، خد لك بق. ده بقى سيري فتح الشهيه، التقل بالليل. هنسهرك حته سهره يا عم، عمرك ما هتنساها. بس ايه؟ احنا مش قايلين عليه برنامج. هتسهر يا راجل، هتسهر يعني هتسهر. طب غير هدومي معاك. وراك وراك. ده شرك شرك، جرك 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 العربيه. ما تستعجلش، هتشوفهم على الطبيعه جوه. يلا يلا يا عم. ها جوده، مساء الخير يا شباب. مساء الفل. مكان سعادتك محجوز جنب الفيستا على طول زي كلنا. اتفضل اتفضلوا. والجسد الرهيب راقصه البحر وكل بحار العالم، الفنانه العظيمه الساحره فردوس. إن شاء الله. انت بختك. بختي حلوه مدام، شفتك يا قمر. اتفضلي يا ست أنسيني. حاضر، من عينيا الاثنين يا اختي. وده ده كمان وجه جديد. ده ست الاستاذ عادل زميلنا من مصر. يا اهلا وسهلا، شرفت اسكندريه يا اختي. ما تفرفش كده. ما يا ستي انا متشكر قوي، انا مبسوط كده. فردوس يا ست الكل. اروح لمين يا حياتي؟ روح لماما. اهلا اهلا بستنا. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ راجعالك، انا مستني. فردوس. نعم قلبي ده. ركب له نص نعم. فردوس اقعدي معايا شويه، 5 دقايق بس. 5 شويه عليك، ده انت عاوز لك تقابيل. ما حد سأل عليك. كلنا بنسأل عليك يا ست الكل. ده التليفون يا قفل. التليفون لسه. مساء الخير يا ست الكل. اهلا اهلا وسهلا. انا جاي لك في حكايه مهمه قوي. انت عارف انا تحت امر. جمعه في لبنان وكل اللي انت عاوزاه، بس العقد بتاعي هنا. هتفق مع صاحب الصاله، هترقصي في احسن محل في بيروت. جمعه مش هتنسيها ابدا. الكارت بتاعي اهو، وكل اللي انت عاوزاه انا تحت امرك. انت اناس عن ايه؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه الليله الحلوه دي؟ اهلا بك يا عبد الموجود. اهلا وسهلا يا ولد. قدمت شمبانيا للست. امام تعرفي وحياتك عندي. يا سلام، ايه الجمال ده كله؟ انا عمري ما شفت جمال كده، ولا شعر حلو كده، والعينين الحلوين دول بيفكروني. بنت محاسن على مهلك علينا يا جميل. حاسب كده عكاس وحد انا رايي نسهوله بطاله. بينا نرقص يا بينا نرقص. بيفكروني بعينين واحده ممثله شفتها في فيلم زمان اسمه ملكه الاغراء. والله يا ست فردوس احلف لك بايه، الحلاوة دي كلها، ايه الجمال ده كله، حتى الكاس حلو في ايدك. ايه الفستان الجميل ده، انا عمري ما شفتش فستان جميل بالشكل ده. ده بيفكرني على اذنك لو هتفتكر. بيفكرني ممكن تولع لي؟ متشكرة. لا أنا ما شفتكش هنا قبل كده، دي أول مرة أجي. تحب ترقص؟ مبسوط؟ يعني موظف؟ لا أنا طالب في كلية الهندسة. يعني هتبقى مهندس قد الدنيا؟ لا أنا هبقى مهندس وبس. حسبي عليها فردوس، ده لسه مغمض. لكن باين عليه شنطي قوي. ابسط يا عم، دي شهادة بقى ولا البكالوريوس. تعالى فين؟ تعالى معايا وبس. عيني يا عيني. افتكرت يا ستي فردوس. طب خليك فاكر عبال ما ارجع بس يا عوام قبل ما انسى. ويسكي والبيت برضه ويسكي. انت من اسكندرية؟ لا من مصر. مالك؟ في حاجة مضايقاك؟ ايه؟ الكرافتة اللي هي هتخنقني خالص. طب ما تقلع، مستني ايه؟ ممكن؟ سيبني في قيادتك. ياه دي كانت خانقاني قوي. كده احسن جدا. ما قلتليش. نعم. بتعملوا ايه عندكم في كليه الهندسه؟ بنعمل حاجات كتير قوي. زي ايه؟ مشروعات. قولي مشروع منهم. مشروع هندسه هنا؟ ولا لا ولا يعني احنا مش قد المقام. لا يا فندم العفو مش قصدي. صحتك. صحتك. تحبي تعرفي مشروع ايه؟ اي مشروع فيه. اقول لك مشروع منخفض القطره. القطره دي عارفاها. قول. انا ما عملتش كده يا ناس، مش كده. انا فلوسي انسرقت، انا هدفع الحساب بكره، انا زبون المحل. ايه ده؟ ده لازم زبون ما دفعش الحساب. يا خبر. ها ما قلتليش مشروع القطار. اقول لك يا ستي، عندنا بقى البحر عالي وبعدين فيه منخفض وبعدين الصحراء. لو سريبنا الميه من البحر العالي على المنخفض كده وبعدين الميه هتروح كمان للصحراء، هتزرعها ونحط هنا توربين في المنخفض ده يعمل لنا كهرباء عشان تنور. الضلمه احسن. انت بتحب الضلمه سعاد. اشرف صاحبك سعاد. ايه ده؟ الحساب. انا ما خدتش غير واحد ويسكي. 50 قرش. الست طلبت. طب ما تحسبها. انت معاك كام؟ انا ما عنديش غير 150 قرش، اديته منهم 50. ما تقدرش تسلف من صحابك دول. مش صحابي، انا اول مره اخرج معاهم. طب اقعد ساكت هنا ما اتحركش عبال ما ارجع لك. الحساب عليا. سلام. قول. ها هتعملوا ايه؟ روحوا انتوا. حلال عليك. ما تتحركش، ارجع لك حالا. الصنف بتاع الليله دي مش بطال. طب اوعى كده. صنف ايه ده العادي؟ الجو. جو يعني ايه؟ الطقس. عجايب عجايب. اتجوزت. طب انا ماشي بقى، تصبح على خير. يلا اركب. بس انا لازم اروح. ايه خايف من ماما؟ انا قاعد لوحدي. احنا لسه ما اتحاسبناش ولا انت نسيت؟ يلا تعالى. طب ممكن اعرف احنا رايحين فين؟ بعدين هتعرف. يلا تعالى. يلا يلا بقى. يلا يلا بينا. صباح الخير. صباح الخير. هي الساعة كام؟ الساعة 6. 6 بعد الظهر؟ ياه، أنا زمان أصحابي اتخضوا عليا. أنا لازم أمشي. بعد ما تفطر. بس أصل اتأخرت. بعد ما تفطر. صباح الخير. تصحى الساعة 6 بعد الظهر كده؟ علشان كده قلت لك إن الشمس بتاعتي ما بتطلعش إلا بالليل. إنما دي حياة صعبة جدا. احكيلي. احكيلك عن إيه؟ أنت نسيت ولا إيه؟ إيه؟ مشروع القطارة. احكيلي. خش يا ست فردوس، ممكن كلمة؟ عاوزة ايه؟ وكيل صاحب العمارة جه النهارده وعاوز الإيجار وبيقول لك مش وقته. ده احنا متأخرين عن الإيجار 3 أشهر. الراجل له حق ولو ندفع له شهر. بقول لك مش وقته. مدام عايدة الخياطة ومنول البقال عايزين الحساب. صندوق الويسكي شطة. قلت لك مش وقته مش وقته مش وقته، فهمتي؟ طيب اف بلا الولاية دي هتجنني، انا مش عارفه اعمل فيها ايه. اصلها كانت عندنا ايام ما كنت صغيره وانا في المدرسه، وماما الله يرحمها كانت بتحبها قوي. ماما ماتت وانا صغيره، ويمكن ده السبب اللي ما لقيتش حد يعلمني حاجات كتير. حبيت راجل اكبر مني ووعدني بالجواز واديت له كل حاجه وضحك عليا، ولما كلمته عن الجواز سابني وهرب. الدنيا ضاقت بيا وخفت اقول لبابا لحسن يقتلني، هربت وبابا فضل يدور عليا، وبعدين عرفت انه مات من الحسره. يا حبيبي يا بابا. وبعد كده بقيت من بيت لبيت ومن كباريه لكباريه لحد ما بقيت فردوس الرقاصه اللي قدامك. فردوس طبعا عايز تسيبني. اشمعنى انت اللي مش هتسيبني؟ انا مش هسيبك يا فردوس، مش هسيبك، بس هروح اغير هدومي. اجي معاك ونجيب هدومك هنا وبعدين وتقعد معايا طول مده اجازتك. ايوه بس طبعا تستعد وتقعد مع واحده زيي. ابدا يا فردوس ابدا. خد سوق انت. انا عمري ما كان عندي عربيه، لكن اتعلمت السواقه على عربيات اصحابي. اديك بقى عندك عربيه. اتفضلي. هو اللي مش معقول ده عادل، هو اللي ساق العربيه. بتقول ايه؟ يلا بينا نروح الكابينه نشوفه. نسيب شوية هدوم عشان لما ارجع. هاتهم كلهم يلا. عايز اسألك سؤال بس ترد عليا بصراحة. اسأل. انت ليه عايزاني اقعد معاكي؟ انت بتسأل؟ مش عارف؟ لا عايز اعرف منك. علشان حبيتك. اشمعنى انا؟ الحب ما فيهوش اشمعنى. في رجاله كتير احسن مني وعندهم فلوس وتجارب عني. مش يمكن انا حبيتك علشان انت مش زيهم. يلا. على فين يا سعاد؟ مسافر ولا ايه؟ لا والله رايح رحله يا شيخ عمران. عن اذنك خلي بالك من الشاليه وابقى قول لخالد. حاضر. سلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. شفت بقى انه عادل؟ ازيك يا شيخ عمران؟ مين دي اللي معاه؟ دي واحده جت معاه وهو بياخد هدومه عشان رايح رحله. رحله؟ رحله؟ مالكش رحلة دي فين؟ لا والله. متشكرين يا شيخ عمران. شكرا لله يا سي خالد. ايه الحكاية؟ مش عارف. ده محدش يعرف عنه حاجة أبدا، اختفى تاك. يمكن يكون عيان. أبدا دول راحوا له امبارح الكابينة ما لقوهوش، دوروا عليه في الفلاجات، في المستشفيات، في السينمات. أنا خايفة خالص. أصلنا اتخانقنا أول امبارح. يكونش رجع مصر. خالد جه. يمكن يكون عنده اخبار. زيكم يا جماعه. ده اخويا خميس، اصله جاي يقعد يومين يغير هوا. اهلا وسهلا يا استاذ، انست وشرفت. اصله عنده القلب. ازيك يا سيدنا الافندي؟ اهلا وسهلا. تعال مالكش دعوه. ولد انا لازم انزل اروح الشغل وانت حصلني على مهلك. عالسهله. عالسهله عشان ما تبعدش عني. ايه دول؟ يمكن البيت يعوز حاجه وبعدين هنتحاسب. أنا معايا فلوس. أنت مش عبيط. أنت مش هتيجي الصالة وتفتح لي. أنا لازم أفتح لك. لازم. ما تتأخرش. وصلي دول العربية نبوية. من عينيا. مش تقوم تتهوى شوية يا اخويا؟ انت يا اختي سبتيلي شوية هوا ولا تهويتش. خد. ايه دول؟ ما تفوتي ايدك في حاجة كمان. تلعب كوم يا سيدنا الافندي. انت حريف؟ قوي. هلا العشرة بجوز جنيهات. نلعب 100 مس. السيجارة دي بقى ولا يعني هو ده اللي نجرب. منجاها اخر منجاها. اشرب يا سيدنا الافندي اشرب. عادل اشرب يا سي عادل. اشرب يا اخويا ما انت بقيت في الجو خلاص. اقطع. ايه ده؟ انت بتقش بالشايبه. ولد يا اخويا، ولد يا سعادل. اصل الولاد بتقش كل حاجه. الشايب لا، الشايب ما يقشش. اشرب بصره وكمان بصره. ها العب، وادي بصره كمان. بصرة ايدك على جوز الجنيهات. خد، هات 3 جنيه. يبقى لك. حلوة النكتة دي. صحتك. واسكي. أنا شفتك امبارح، مش كده؟ لا، أنت شفتيني بكرة وهتشوفيني امبارح والأسبوع اللي فات وجميع الأسابيع القادمة، مش كده؟ مالكيش دعوة بيه، ده بتاع فردوس. عادل يعمل كده، مش ممكن. وخالد هيكدب عليا ليه بس يا امال؟ اللي قلتهولك صحيح، انتوا كدابين، كلكم كدابين. امال رايحه فين يا امال؟ امال انا مش مصدقه ابدا ان عادل يعمل كده، ده بيحب امال قوي. طب وعمل كده ليه؟ والله مش عادل بس اللي غلطان، امال كمان غلطان. عادل، عادل، عشانك عادل بيه. عشاني؟ الو؟ 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 حاجة مضايقاك؟ أبداً، بس أصحابي وحشوني. عندك مانع أروح أقعد معاهم بكرة طول النهار؟ لا أبداً. بس بكرة هنبقى مشغولين قوي. مشغولين في إيه؟ هنحضر نفسنا عشان السفر. سفر؟ سفر إيه؟ هنسافر بيروت. إيه رأيك؟ بيروت؟ أنت سافرت بره قبل كده؟ لا. تحب تسافر بالمركب ولا بالطيارة؟ أنا بقول بالمركب أحسن، إيه رأيك؟ بس مش تفاهمين الحكاية الأول. عندي شغل هناك 3-4 أيام. بس أنا ما أقدرش أسافر. دي فرصة تشوف فيها بيروت، وإحنا مش هنغيب. ويا سيدي كأنها تفرحلة. قلت إيه؟ هنسافر إمتى؟ يا دوب نجهز نفسنا ونسافر على طول. يبقى بقى لازم أقول الجماهير المرقصه بتصرف عليه. مش ممكن يا جماعه، ده لازم نروح له نفوقه، نجيبه غصب عنه. انا هروح له واقول له كلنا مستنيينه، كلنا، وهيرجع معايا. واحد كمان ما تقوليش كتير احسن، خسرت لاخوك في الكومه. ولا يهمك. صاحبك صاحبك ست فردوس. اللي استاذ خير عايز حضرتك. طيب هروح اقعد مع الجماعه دول. اوعى تزعل ولا تتضايق، انت عرفت شغل. خالد، ازيك يا ابو خالد؟ وحشتني قوي. انت فين؟ انا هنا. ما قلتش ليه انك هنا وسايبنا ندور عليك؟ لازم يعني نعرف من شله السعديه انك هنا. اسكت يا ابو الخلد، اما اخوك وقع وقعه، انا وقعت في الجنه. كلنا عارفين الوقعه اللي انت وقعتها، بس ما حدش بيقول انك وقعت في الجنه. امال بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان واحده رقاصه ضحكت عليك وليه ما كنتش انا اللي ضحكت عليها؟ وليه لازم يكون في واحد بيضحك على التاني؟ الرقاصه دي هتعرفني عشان ايه؟ علشان فلوسي ولا عشان املاك ابويا؟ ثم ليه ما تكونش بتحبني؟ ايوه بتحبني. انا عمري ما شفت انسانه بتحب راجل للدرجه دي. امال بتسال عليك يا عادل. امال لسه صغيره يا خالد، وانا كبرت. كبرت؟ ايوه كبرت، بقيت راجل، افهمني، بقيت راجل. جو الكباريهات مش بتاع رجاله، جو الكباريهات بتاع الشبان الفاسدين اللي طول عمرك بتحتقرهم. انا مش عايش في كباريه، انا عايش في حب، واحده بتحبني، ولو كانت بتحبك انت كان زمانك قاعد هنا وبتعمل زي تمام. لكن ما حبيتكش ولا حبت ولا واحد تاني من الشله، حبتني انا، وكلكم غيرانين مني. ايوه كلكم غيرانين مني. انا من رايي تيجي معايا دلوقتي. اروح فين؟ تروح لاصحابك وحبايبك، تروح لامال اللي بتدور عليك ومش لاقياك. امال ما هي اللي جابتني هنا، واديني بجرب كل حاجه وبعرف الدنيا ماشيه ازاي. اذا كنت فاكر ان دي الدنيا، امال الاخره تبقى ايه؟ كلنا مستنيينك بكره على البلاش يا عادل. بكره؟ انا بكره هكون في عرض البحر في طريقي الى لبنان. انت مسافر لبنان بكره؟ ايوه. تعرف لبنان ولا تيجي معايا؟ ها؟ ده جواب جالك من 3 ايام وضغط عليك عشان اديهولك، ولولا كده ما كنتش دخلت مكان زي ده. مساء الخير. عن اذنك انا ماشي. ايه يا عادل؟ مش تعزم صاحبك على كاس ويسكي؟ ما تقعد تشرب كاس يا خالد. انت عارف ان ما بشربش، واللي اعرفه كويس انك ما معكش تمن الكاس اللي بتعزمنا عليه. مين ده يا عادل؟ ده واحد صاحبي، بيبقى دمه تقيل لما يحاول يعمل جد. سيبك منه، يلا نروح. مش معقول، مش معقول. هو صحيح مش معقول، بس ده اللي حصل. وهيسافر معاها كمان؟ ايوه. وهيسافروا امتى؟ النهارده العصر. مسمراني شبكنا بالهوى، رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي سلام بالي يابا يابا، سلام بالي اه يابا يابا شغل بالي، رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، يا راميني بسحر عنك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح فين، يا راميني بسحر عنك الاتنين، ما تقولي واخدني ورايح فين، على جرح جديد ولا التنهيد، ولا عالفرح موديني، انا بسأل ليه واحتار كده ليه، بكرة الايام هتوريني، خلينا كده على طول ماشيين، رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شغل بالي يابا يابا، شغل بالي اه يابا يابا شغل بالي، رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا. عدينا شوق عدينا على بر الهوى راسينا، عدينا شوق عدينا على بر الهوى راسينا، ده انا عمري معاك وهوايا هواك، عدينا شوق عدينا ده انا عمري معاك 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 وهوايا هواك، عدينا شو عدينا زواق يا نسيم، خطوينا خطوينا زواق يا نسيم، خطوينا خطوينا، ويا نجوم السما ضمينا، وخدينا بعيد وحدينا، خلينا كده على طول ماشيين، رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي شغل بالي يابا يابا، شغل بالي اه يابا يابا شغل بالي، رمانا الهوى ونعسنا، واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، طوحنا طوحنا يا هوا اه يا هوا يا هوا طوحنا 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 يا هوا اه يا هوا يا هوا طوحنا وأمانة ما يوم يا هوا اه يا هوا يا هوا تجرحنا وتقربنا ما تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا ونخدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشيين ما رمانا الهوا ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي جمال بالي اه يابا يابا جمال بالي اه يابا يابا شغال بالي عمرنا بنا الهوا ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا. عادل بقاله كتير قوي ما بعتش جوابات ولا رد علينا، دي مش عادته. انا خايفه لا يكون عيان ولا جراله حاجه. تسمحي تقولي لي يا ماما يبعت لنا ليه؟ واحد بيتفسح ونازل تنطيط على البلاج، ايه اللي يخليه يفكر في الغلابه اللي قاعدين في جهنم؟ انا مش خايف، ما دام ما بعتش يبقى فلوسه لسه ما خلصتش. بس انا مش مطمنه، انا قلبي مش مطمن. يا شيخ هتلاقيه في رحله كده ولا كده، انا لما كنت في سنه ما كنتش اقعد في الاجازات في حته واحده ابدا، كنت ابقى عايش مع ابويا في شقه واحده يمكن ما اشوفوش في الاسبوع مره، شقاوه مفيش. طمني عليه طمني. مش عايزين حاجه؟ عاوزين سلامتك. سلامتك يا بابا. الله يسلمك. مع السلامه. مع السلامه يا بابا. ست فردوس. ايه في ايه؟ ممكن كلمه؟ عايزه ايه؟ عايزه فلوس، البيت نفض خلاص. معيش. وفلوس بيروت اتصرفت كلها هناك. البركه في البيت. اوعي تاني مره تقولي كده. اول الشهر فات عليه اسبوع والناس عايزه فلوسها بصحيح. وطي صوتك. انا هتصرف. الو عبد الموجود؟ ايوه ايوه انا دوسه. ازيك؟ وحشتني خالص. ايه مش هنشوفك؟ على فكره يا عادل. نعم. في واحد يمكن يجي يتعشى معانا الليله. يتعشى معانا الليله؟ هو راجل كبير وزي والدي بالظبط وخدمني كتير، اسمه عبد الموجود. بيه من تحبي لما يجي اسيب البيت؟ بالعكس انا عاوزاك تكون موجود عشان تتاكد ان مفيش حاجه بيني وبينه، واذا كان ده يضايقك بلاش نعزمه خالص. انت عارف يا عادل انا ليا شويه صحاب بيساعدوني ولازم استقبلهم انا وانت، وعشان ما تتضايقش انا هقدمك لهم على انك اخويا، وجودك جنبي هيحميني وانت راجل البيت. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عبد الموجود بيه؟ اهلا انا عبد الموجود بيه. اتفضل يا بيه. اتفضل. وحشتني وحشتني. ده انت اللي وحشتني جدا النهارده، ما كنتش مصدق نفسي. وانت هقدم لك صلاح. اهلا اخويا الصغير. مفهوم. اهلا وسهلا. يا سلام شبهك تمام. الخالي انضاطي. بس انا مش عارف شفته فين. تعال يا جوجو. شفته فين؟ لازم شفته معايا. ما تيجي تقعد يا صلاح. اتفضل يا جوجو. اهلا 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 يا الف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب ايه النبه الطويله دي؟ اهلا وسهلا. خميس اعمل كاسين وحياتك. عينيا. ايه في ايه؟ ما تتكلم. هو في حد غريب؟ ده عبد الموجود ده مش عارفه ولا ايه؟ انا جوجو. اصل وكيل صاحب العماره مات. مات؟ عايز الاجره وبيقول انه هيجي يعني. اما راجل قليل الذوق صحيح، حد يطلب اجره من الست فردوس؟ وتطلع قد ايه الاجره دي؟ 35 جنيه بس كده؟ بسيطه بسيطه قوي. ومكسور علينا شهرين. شهرين بس؟ يا وليه بلاش فضايح. خدي سكيت الراجل قليل الذوق ده. متشكرين قوي يا عبد الموجود بيه. كاسك يا عبد الموجود بيه. متشكرين. في صحتك يا روح. الف صحه. انا مكسوفه منك قوي. لا العفو. ربنا ما يحرمناش منك يا عبد الموجود بيه. العفو يا اخي العفو. يلا نقول لك لقمه. انا عيني. يلا. اتفضل يا اخويا. اما حصلت حته نكته امبارح. ايه؟ كنت بتفرج على سوسو الرقاصه وهي بترقص. عجبتني، قعدت اسقف لها، اسقف اسقف. جا الجرسون، قلت له يا اخينا أنا بسقف للي بترقص مش بسقف لك. قال لي بقى مش عيب عليك يا بيه تسقف لواحدة ست؟ سقف لراجل، تعيش راجل، تموت راجل. بتبقى مش حاجة غريبة أوي الجرسون ده، حاجة غريبة أوي. في إيه تاني؟ منور البقال بقت عايز حسابه 18 جنيه و60 قرش بس. يا سلام بس كده؟ على عيني. يا سلام. غالي وطلب رخيص. 20 جنيه اهم. تعيش يا عبد الموجود بيه. ما تحرمش منك يا عم موجود بيه. العفو يا اخي العفو. يا كتكوته. سكر من ايدك، سكر يا روح. سكر سكر. هم يا جمل. هم يا جمل. هم كمان. كمان يا هم يا جمل. ايدك على 15 اهي. 15 على عيني. يعني يا جوجو انت خسرت ولا ايه؟ حاجات بسيطة قوي. جوجو جبر. ياه دي الساعة بقت 5 الصبح الوقت فات بسرعة. انا النوم جايلي. 5 الصبح يا خبر. لسه بدري. نقدر يا عم. مع السلامة. علشان عندي راح تموتني يا عالم يا هو. لا شهداء ولا منشو مركبه منشو مصنوعه والله هبخز ثيابي وحياه الله. لا ليلكم صابيح سكر وزنود مرمر وخدود ورد احمر وشفاف عنبر. ايدك على 50 اهيف. شو يعني اهيف ولا ترجمه باللبناني؟ يعني 50 جنيه. يا الله مصاري ولا اللي بدك اياه ولا خد ولا خد من جميع اصناف العمله. ولا صلاح لا يفضح حريصك شو هالاخت ولا هيدي اختي مين حكى فيها ولك لا لا دخيلك هويله. كل دي عشان خاطري. انت ما اكلتش حاجه النهارده ولا يمكن اكلنا مش عاجبك؟ اللي ده مش عاجبني دي ده عاجبني قوي قوي قوي. ستي ستي الراجل وكيل صاحب العماره جاي طالب الاجره. مش وقته الحقيقه احنا اتاخرنا عليه. ده احنا بقالنا 3 اشهر. يا وليه بلاش فضايح. فضايح ايه يا دوس؟ هو انا غريب؟ الراجل ده عايز كام؟ 100 جنيه وخمس بس. خد يا ست القرشين دول تسكتي بيهم. متشكرين قوي يا مدبولي بيه. انتنا ابو صلاح شرف. انا مكسوفه منك قوي يا مدبولي. مكسوف ولا حاجه يا دوسه تحت امرك. ما تحرمش يا مدبولي بيه. اشكر يا خمس. قولي لي يا دوسه. ايه يا روح؟ انا مش متعود عليكي مقفوله كده وساكته. انا عايزك تفرفشي وتهيصي وترقصي. الا هو ده وقته. الا وقته. الطبله يا خميس. عينيا. الطبله وقته. ده وقته وقته وقته. مدبولي قوم انت ارقص وحياتك وحياتك. ما كنتش تحلف. طبل يا خميس. عينيا. يلا مدبولي بيه. ايوه كده. يلا الله. ايه مالكوا ساكتين؟ ما تهيصوا راسي كده ما ينفعش. يا عيني يا عيني يا بطاطا يا بطاطا. يا عيني يا عيني. الله الله يا اسطى. ايوه يا وطوة. كمان يا هم يا جماعة. ايدك عن 15 آية. جوجو جبر. بس محدش بيقول انك وقعت في الجنة. صلاح ايه تحريشك شوية اخرى؟ قول له هيدي والحكا فيك. كل دي عشان خاطر. ايدك على 50 آية. كنت فاكر ان دي الدنيا. امال الاخرة تبقى ايه؟ خليل، سامي، ازيكم؟ اهلا. امال بقيه الشله فين؟ والله انا ما اعرفش. عن اذنك يا عادل. طب خدوني معاكم. خالد، انت كمان مقاطعني؟ انا مش مقاطعك ولا حاجه، بس كل واحد منا ماشي في طريق غير التاني. انا ناوي اطلع مهندس وانت ناوي تشتغل في كباريه. خالد، انت اللي لازم تقدر موقفي، انت الوحيد اللي عارف كل ظروفي. افرض يا اخي ان انا غلطت، انا سبت كل حاجه ورجعت لكم تاني، تقوم تعمل معايا كده؟ عن اذنك. أمال. نعم. أنا جيت تاني يا أمال، جيت عشانك. أمال، أرجوك يا أمال، ما تتخليش عني، أنا محتاج لك. صحيح كل الشلة اتخلت عني، لكن مش ممكن أنت تبقي زيي، مش ممكن. أمال. مشينا هناك ورحنا، اللي هناك جرحونا جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا جينا لكم يا اللي لينا، مدوا ايديكم خدونا، شيلوا الشوك من صدورنا والدمعة من عينينا. اللي جينا لهم يا قلبي يا قلبي، في جرحنا جرحونا، في جرحنا جرحونا. ابكي ابكي تحت الليالي والخوف مل والدموع، قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع. رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن، رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي. ضحكة واحنا حزانة باسم هواكم ليا، بتطفوا الشمعة الباقية في لياليا، باسم العطف عليا بترشوا الشوك، بترشوا الشوك في طريق أيامي أيامي الجاية. يا شط كان مفروش هنا وحب واغاني، ازاي تسلم مركبي للحزن تاني؟ الدنيا غايمه في عيوني، الدنيا غايمه في عيوني. على فين يا حزن، على فين يا حزن، على فين يا حزن بعيدة لرحلة الحزن الجديدة. ابكي ابكي تحت الليالي والخوف مل والضلوع، قلبي قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع. رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن، رميت نفسك في حضن سقاك الحضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك شوك يا قلبي. عادل جه؟ ايوه جوه. فين يا عادل؟ مسافر مصر. كنت فين النهارده طول النهار؟ عند اصحابي. وطبعا قابلوك بالحضن. وكنت فين يا عادل؟ ومين اللي اخدك مننا كل المده ديت؟ والله ارجوك من فضلك مفيش داعي للكلام ده. مفيش داعي ليه؟ مش من حقي اتكلم معاك شويه قبل ما تسيبني وتسافر؟ فاكر يا عادل؟ فاكر اول يوم جيت فيه هنا انا قلت لك ايه؟ لا مش فاكر. انا فكرك هنا على السرير ده، قلت لك بكره سيبني وتمشي زي غيرك، قلت لي لا. دي الحقيقه وانا عارفاها، عمري ما ضحكت على نفسي. عادل عايزه اقول لك حاجه قبل ما تمشي. اتفضلي. انا عرفت رجاله كتير لكن حبيتك انت، حبيت فيك الحاجه اللي ما لقيتهاش في نفسي ولا في كل الرجاله اللي عرفتهم. مع السلامه يا عادل، من حقك انك تروح لاصحابك وحبايبك وانا مش متضايقه. هم اصحابك مستنيينك تحت ولا انت اللي هتروح لهم المنتزه؟ اصحابي. عادل انت بتعيط. صحابي محدش فيهم رضي يكلمني، كلهم احتقروني، عارفين كل حاجه، عارفين اني بشوف رجاله داخلين طالعين وبشوفك بين ايد ده وده ومش قادر اتكلم ولا اعمل حاجه، وعارفين كمان انك بتصرف عليا. دي شغلتي يا عادل وانا ما ضحكتش عليك، وانت عارف كويس ان مفيش ولا راجل حط ايده عليا من يوم ما عرفتك. وحكايه اني بصرف عليك، انا ما بصرفش عليك ولا حاجه، اللي معايا معاك. بكره تشتغل وتبقى مهندس كبير وترد لي كل حاجه. انسى كل ده دلوقتي يا عادل، وبكره الصبح ان شاء الله كل حاجه هتبقى احسن. فردوس يا حبيبي. يا عادل انا اصحابك وحبايبك وانت اصحابي وحبايبي وكل اللي ليا في الدنيا. اعمل ايه؟ عادل مش ممكن يعمل كده، عادل اخلاقه كويسه انت عارفه. اهلا اهلا. ايه ده؟ ايه مالك؟ في ايه؟ شوف لك حل حالا. في محمد بن زينب هانم رجع من اسكندريه. بيقول ان عادل ابننا ماله؟ اتلمت عليه واحده رقاصه وعايش معاها. حد عارف الرقاصه دي هتعمل في ايه يا اخوان؟ رقاصه ايه؟ وهي الرقاصه هتاخد ايه من ولد مفعوص زي ده؟ الرقاصات ما بيدوروش على العيال، اطمني. انا ما اعرفش الكلام ده، انا عايزه ابني ابني ابني. خلاص يا ستي، انا هروح ادور عليه واجيبهولك بنفسي. هتدور عليه فين؟ في اسكندريه طبعا، انا عارف اسكندريه حته حته. يعني مفيش طريقه تانيه؟ في ايه هي؟ اننا نسكت ونبطل الندب ده. انا برضو مش مطمنه، مش مطمنه ابدا. عمرك ما كنت مطمنه. على كل حال خلاص يا ستي، انا هسافر له وهكون عندك تاني يوم، اطمئني. كاس ويسكي من فضلك. مساء الخير. ارجوكي ما تعرفيش واحد يجي هنا اسمه عادل، عادل عبد الحميد، شاب رفيع كده وصغير. أنا ما بحبش الشبان الصغيرين ولا الرفيعين. أنا ما بسألكيش عن شاب بتحبيه، بسألك عن شاب شفتيه. أنا ما بشوفش إلا اللي بحبه بس. ممكن أطلب كاس؟ افتح الله يا ست، مش من دول. ما يحكمش. اتفضل يا بيه. لا اسمع اتفضل. قول لي. نعم يا بيه. ما تعرفش شاب رفيع وصغير اسمه عادل بيجي هنا؟ عادل؟ الرفيعين كتير والصغيرين كتير، لكن انا بقى ما اعرفش حد اسمه عادل. تحب اجيب لك واحد اسمه علي؟ قولي من فضلك، ما تعرفش شاب اسمه عادل؟ عادل عبد الحميد، هو شاب صغير كده ما بيجيش هنا. حضرتك تعرفه؟ ايوه يا فندم، انا والده. انا سمعت الاسم ده قبل كده. استنى لما اسال صاحبتي يمكن تعرفه. واحد ويسكي من فضلك. محاسن. لا، الراجل هناك ده ابو عادل. ابو عادل؟ وحياتك تشغليه شويه عبال انا ما اتصرف. حاضر يا حبيبتي، من عينيا الاثنين. عارفه، خد عادل لما يجي ما تخليهوش يدخل وتندهلي على طول، مفهوم؟ حاضر يا ست فردوس. حضرتك بتسال على عادل؟ ايوه. زمنه جاي. هو دايما بيجي هنا؟ يعني بيقولوا انه عايش مع واحده بتشتغل هنا، يا ترى حضرتك تعرفيها؟ ولا عايش مع واحده ولا حاجه، ده عيل صغير، مين اللي هترضى تعيش معاه؟ الواحده منا لو حبت تعيش مع واحد لازم يكون راجل. تشربي حاجه؟ لا مش عايز. يا ولدي تيجي، كفايه معطلك عن شغلك. واحد ويسكي يا لا خساره، دول بيجيبوا لنا شاي. عارف يا ستي، خلوهم يسترزقوا. واحد ويسكي يا لحظه واحده. والله يا استاذ عادل خليك هنا عشان في اشكال جوه. اشكال ايه؟ ما اعرفش، انا هندهلك يا ست فردوس، بس الله يخليك خليك هنا. ايه حصل؟ ايه؟ مفيش. صاحب الصاله نبه عليا ان لو شافك هنا تاني هيطردني، بيقول ان الزبائن عارفين ان انا بحبك وانك بتشغلني عن الرقص وعشان كده ما بيفتحوليش. وقلت له ايه؟ ولا حاجه، هقول له ايه؟ ده راجل يبيع ابوه قلبه زي الحجر. اضطريت اسكت، وكده برضه احسن. احسن ليه؟ لان عينيك ابتدت تزوق. ولا انت فاكرني عبيطه؟ شايفاك يا اخويا وانت نازل تلاغي البنات بتوع الصاله كل ليله. ما حصلش. انا بهزر معاك. يلا اسبقني انت على البيت وانا اول ما اخلص هحصلك. يلا امبو. يعني عادل ما جاش؟ بقول ايه، ما تيجي انا وانت نروح لحد البيت نفرفش شويه وبعدين اعمل تليفونات لكل صحباتي لحد ما نلاقيك. ها قلت ايه؟ معقول معقول. عن اذنك بقى هروح اغير هدومي وراجع لك تاني. الحساب ساعه البيت بسيطه. ميرسي ساعة البيت. ست محاسن صاحب العمارة جه النهارده وعايز إيجار الشقة، وعمل لنا النهارده غاغة. مش وقته. ولو يا ست سيبلنا 15 جنيه ندفعهم له بكرة الصبح. خدي من الشنطة. دورت في الشنطة ما لقيتش فيها إلا 5 جنيه بس. كموله ممكن وحياتك تسلفني 10 جنيه لحد بكرة الصبح، أحسن ما قبضونيش في الصالة. وادي يا ستي 10 جنيه. متشكرة يا كمولة، أنا مكسوفة منك خالص. الحقيقة الواحدة مننا مظلومة في شغلتنا، كل تعبنا وشقانا بيروح لصاحب الصالة، إنما بختي كده. أنا كنت تلميذة وحبيت واحد أكبر مني، ضحك عليا، اضطريت أهرب من بيت أبويا وفضلت هربانة لغاية دلوقتي. بس كان ممكن تشتغلي شغلانة تانية، سكرتيرة، عاملة في مصنع، أي حاجة. يا ريت يا أخويا تلاقي لي شغلانة تانية. هحاول. صحيح والنبي هتحاول. طبعا إذنك بقى لما أروح أشوف عادي. الو سنيه، ما شفتيش عادل الليله؟ لا ابدا، اصلي كنت عايزاه في حاجه. باي باي. الو فيفي، اسفه يا حبيبتي، اصل والنبي كنت بدور على عادل. طيب يا حبيبتي، اسفه لازعاجك. محدش عارف عادل راح فين الليله. معلش بزياده ليله، لولا عشان خاطر عادل ما كنتش جيت هنا ابدا. وعشاني وعشانك انت كمان يا كموله يا حبيبي. يا الله يا اللي مفهمين وبقالكوا اسبوع مبوزين. قوموا العبوا راكت، قوموا العبوا بولي، قوموا اعملوا اي حاجه. انا عارف اني بايخ. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. انا شفت عادل امبارح بالليل. عادل شفته فين؟ شفته على الكورنيش راكب عربيه. طبعا كان مهيص بعربيه الست، واحنا هنا قلبنا محزنه، وهو لما كان ناوي يرجع لها. جالنا ليه؟ ها؟ احنا اللي تخلينا عنه، واحنا اللي رجعنا للست. انا المسؤوله يا جماعه، احنا لازم نخلصه. انا الليله هرجع بدري واحسب لك العربيه، اذا اتضايقت خدها وانزل اتفسح، بس اعمل معروف، اوعى تيجي الكباريه. الاحسن صاحبه يخرب بيتنا، ده راجل قاسي وقلبه زي الحجر. الدرجه دي؟ اعمل ايه؟ اكل العيش، مش هتاخر عليك. كمال بيه عادل ما جاش؟ زمانه جاي. تعال. مالك رايح جاي زي الخيله الكدابه كده ليه؟ ما تيجي تلعب عشرتين. مية مسا. تفتكر الراجل صاحب الصاله ده مش عايزنا نروح هناك مع فردوس ليه؟ والله ما اعرفش. ما تيجي تلعب. اشمعنى دلوقتي؟ ما انا كل يوم معاه. والله ما اعرفش. ما تيجي تلعب بقى. امال انا مستغرب ليه ما قاليش انا بدل ما يجرح احساس فردوس؟ والله ما اعرفش. تفتكر يقدر يأذيها؟ وانا ايش عرفني؟ ما تيجي تلعب. اسمع. ها؟ انا هروح اشوف الراجل صاحب الصاله ده حكايته ايه. عادل يا فندم، انا دخت لغايه ما عرفت عنوانك. اديك عرفته. باين عليك مستعجل. ايوه مستعجل، راح اخلص اشكال الانسان اللي ما تخلتش عني زيكم. لك حق تزعل عادل. انا جاي عشان اعتذر لك واقول لك ان كلنا متاسفين على الطريقه اللي قابلناك بيها. كلنا احنا قعدنا اسبوع كل واحد فينا مكسوف من نفسه، مش عارفين احنا ليه عملنا معاك كده. امال ليه سبتوني ارجع؟ احنا غلطانين، بس مهما حصل الاصدقاء طول عمرهم لبعض. عادل، في حاجة مهمة مش عارف اقولها لك. ازاي؟ خير. انا شفت والدك النهارده. بابا؟ يظهر انه جه يدور عليك، لقاك متعلق فوق شجره، طلع عشان ينزلك، نزلت انت وفضل هو فوق. يعني مش فاهم. قبل ما اجيلك هنا على طول رحت الكباريه اسال عليك، لقيت والدك هناك قاعد مع واحده رقاصه ونازل شرب وتهييص. انت كذاب كذاب بابا، لا يمكن يعمل كده. انا لسه شايفهم بعينيا. مش ممكن مش ممكن، انت كذاب كذاب. عادل صحتك يا جميل. عادل عادل الراجل اللي قاعد مع محاسن ده بيجي هنا من امتى؟ انا اقول لك يا بيه، هو بقاله جمعه كل ليله هنا، انما مدب كبير قوي، ممتع ست محاسن ويصرف عليها دم قلبه. انت متاكد انه بيجي هنا من اسبوع؟ الا متاكد. طب واللي خلقك كل ليله هنا وهو مروح مع ست محاسن يظروفني النص جنيه؟ بقول لك مدب كبير قوي. من اسبوع؟ يعني من ليله فردوس ما قالت لي ما تدخلش؟ ايوه بالظبط. فين فردوس؟ الله، جايه يا سعادي، ما هي بتلبس في اوضتها. انت ليه ما قلتليش ان ابويا بيجي هنا كل يوم؟ ابوك مين؟ انا ما اعرفش ابوك. انت كدابه. انت عارفه كويس ان ابويا هو اللي قاعد بره مع محاسن، وانه بيجي هنا كل ليله، وان البواب بيقول عليه مدب. ايوه عارفه. علشان كده خليتيه يمنعني من الدخول ومثلت عليا كانت صاحب الصلاه. امال كنت عايزني اسيبه ياخدك مني؟ انا بحبك، افهم افهم يا عادل، بحبك. علشان كده سلطت عليه محاسن. انت اللي سلطتيه عليه. ردي. اصلت حالي ازاي؟ هو صغير، ده راجل كبير وعارف كويس هو بيعمل ايه. انا اللي عارف كويس انت تقدري تعملي ايه. انت ناسيه اني عشت معاكي وشفت كل اللي بتعمليه، ومحاسن هتكون ايه؟ ما هي زيك تمام. وهي محاسن كانت تقدر تاخد منه حاجه الا اذا كان هو عايز يديها لها. انا كل اللي عملته طلبت منها انها تشتغل 10 دقايق بس، وال10 دقايق بقوا ايام، والكاس بقى 100، وكل اللي بتعملوه. ابوك هو المسؤول، 100 واحد بيخش صاله كل ليله، انما ما حدش بيقع على اللي عايز يقع. انا عارف انك تقدري توقعي اللي انت عايزه توقعيه، لكن خلاص انا فهمتك. انت ما يهمكيش الا نفسك. مش كفايه كنت هتضيع مستقبلي؟ عايزه كمان تخربي بيتنا، عايزه تشرديني انا وامي واختي. كملتي؟ ايوه يا حبيبتي. الازازه خلصت اللي فيها يطلع نصها. لا خلصت. على مهلك يا حبيبتي شويه، اصل الشرب يبقى واحده واحده. كمال الازازه خلصت. خلاص تبقى خلصت. جرسون. يا فندم ساعة الايه؟ من فضلك ازازة تانية للست. حاضر يا فندم. اهو كده يا كمولتي. بابا وعادل، مساء الخير يا بابا. انت بتعمل ايه هنا؟ تسمحي تسيبينا لوحدنا؟ خليك يعني. انت بتعمل ايه هنا؟ انت اتكلم. أنا هنا لأن حضرتك هنا. تاخد أول قطر وتنزل على مصر. وحضرتك؟ مش شغلك. مش حضرتك جيت اسكندرية عشان تدور عليا؟ أنا أهو. نرجع بقى. يا بابا الحتت اللي زي دي مش من مقامك. ومين جاب لي الحتت دي غير حضرتك؟ لازم تعرف إن أبوك وإني قعدت 23 سنة أصرف من دم قلبي علشان أربيك وأعلمك. جاي لي دلوقتي تقول لي أعمل إيه يا قليل الأدب؟ يا بابا بقول لك كل اللي هنا نصابين، بيضحكوا على الناس وياخدوا فلوسهم. فاكرني عيل زيك يا ولد؟ فاكرني مراهق؟ يا بابا بقول لك كل اللي هنا نصابين. الازازه اللي الست خلتك تطلب غيرها لسه مليانه اهي. امشي اخرج بره. انا مش خارج من هنا لا معاك. طبعا حضرتك دفعت ايجار ال3 اشهر المتاخرين للست، وطبعا دفعت دين البقال والجزار. خلاص اضرب زي ما انت عايز، موتني، لكن انا لازم اقول لك الحقيقه، لازم. انا شفت الحاجات دي كلها بعينيا، شفت الناس وهي بينضحك عليها، وما اقدرش اشوفك زيهم، ما اقدرش ما اقدرش. اخلص. كفايه كفايه. ابنك عنده حق، كل الكلام اللي قاله لك مظبوط. خد ابنك وروح بيتك يا كمال بيه. احنا حياتنا غير حياتكم. كل اللي قاله لك عادل احنا بنعمله صحيح، لكن انا ما عملتش معاه لاني حبيته. يلا كان مشوار طويل يا أمال، لكن أنا ما اتغيرتش. أنا اتغيرت يا عادل.